موضوع تاني مهم عايز اتكلم فيه، موضوع المحترفين او دوري المحترفين في القسم الثاني هيتم تطبيقه. عايز اقول لحضراتكم المعلومات اللي عندي في هذا الامر. حسب المعلومات اللي موجوده واللي جايه لنا من اتحاد كره القدم، في اجتماع النهارده اتحاد كره القدم قرر المضي قدما في تطبيق دوري المحترفين ب 20 فرقه في مجموعه واحده في القسم الثاني السنه الجايه. حضراتكم عارفين. طب ايه السيستم؟ هيتم تصعيد الاول والثاني في دوري المحترفين مباشره للدوري الممتاز، والثالث هيلعب دوري الترقي مع اوائل مجموعات دوري الدرجه الثالثه. هتكون دوره من اربع فرق، واللي هيتصدرها هيصعد للممتاز مباشره. يعني ممكن جدا فرقه درجه ثالثه تصعد للممتاز مباشره. ده هنا اعتراضي على هذا الامر، بعدين هتكلم عنه بعدين. ولكن قضي الامر، وده قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، والنهاردة اتفقوا على أن لا يوجد تراجع أيا ما كانت التغييرات اللي هتحصل، وهيعلنوا لائحة دوري المحترفين خلال الأيام القادمة. ده الجانب الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، أو اللي حصل في اجتماع اتحاد كرة القدم المصري النهاردة. الجانب الآخر، امبارح في النادي الأولمبي العظيم والعريق، تاني أقدم نادي في مصر بالمناسبة، يعني للي ما يعرفش النادي الأولمبي تاني أقدم نادي في مصر، امبارح 67 نادي اجتمعوا في النادي الأولمبي في اسكندرية، وقرروا الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من 3 أعضاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، ومش هقول أسمائهم. وكمان هيقولوا أو عايزين يقرروا أو يعملوا جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد بخصوص دوري المحترفين والعودة للنظام القديم بـ3 مجموعات. خليني أقول لكم إن هنا أنا كده جبت لحضرتك اتحاد كرة القدم وال 67 نادي اللي اجتمعوا في النادي الاولمبي. خليني اقول لكم ان الجمعيه العموميه للانديه بتسعى ان هي تعملها لن تكتمل ولن تنعقد. ده حسب مصادري. كمان في انديه من اللي ضمن المشاركه في دوري المحترفين قررت ان هي لو لم يتم تطبيق دوري المحترفين هتروح للاتحاد المصري، الاتحاد الدولي لكره القدم، تشتكي. في حالة التراجع يعني عن تطبيق دوري المحترفين. أنا بالنسبة لي الموضوع صعب جدا جدا، ومش هقدر أقول رأيي دلوقتي الحقيقة، لكن زي ما قلت لحضراتكم اليومين 3 اللي فاتوا عندما يكون معايا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عبد الحكيم أبو علم وبقية الأسماء الكبيرة اللي بتيجي قناة النادي الأهلي، هنعمل مائدة حوار ونتكلم في هذا الأمر، وكل واحد يطرح وجهة نظره. إن شاء الله قريبا جدا هنعمل هذا الأمر. خلينا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. ولكن إذا كنت عايز تلعب كورة لازم يبقى معاك فلوس. الأندية، أنا بتكلم على الأندية مش اللعيبة، أو بلاش معاك فلوس، تعرف تجيب فلوس. هتقول لي ازاي والحاله؟ لا مفيش، نتصرف نشتغل. لازم يكون عندك افكار، نشتغل على قد الميزانيات اللي موجوده عشان نفكر ازاي ان احنا نطلع منها ما يدر هذا العائد، او عائد على اي نادي شعبي، خصوصا الانديه الشعبيه بالمناسبه، لانه المشكله في هذه الانديه. تخيل حضرتك ان انت تسمع ان اسم نادي كبير وعظيم زي النادي الاولمبي مش موجود في الدوري الممتاز، نادي كبير وعظيم ولا في الدرجة في الدوري المحترفين، ونادي كبير وعظيم زي نادي الترسانة، نادي كبير وعظيم زي المنصورة، نادي كبير وعظيم زي دمياط، نادي كبير وعظيم زي أندية كتيرة جدا. الواحد والله جمهورية شبين، الواحد لما بيقعد يفتكر كده يقول إيه ده، الناس دي أنا كنت بلعب ضدهم، وببقى لما بروح ألعب في جمهورية شبين، ولا لما بروح ألعب في الترسانة، ولا بروح ألعب في الأولمبي، ولا لما بروح ألعب، أنا كنت بلعب في الأولمبي طبعا وبتشرف بهذا الأمر، ولكن
الأندية الشعبية دي لما تروح تلعب عندهم بتلاقي الوضع مختلف تماما. فخلينا نفكر في الأيام القادمة إيه اللي ممكن يحصل. وخليني أقول لك إن المفاجأة بقى بعد كل الكلام اللي أنا بقوله ده، دوري المحترفين اللي هم العشرين نادي اللي هيلعبوا دوري المحترفين، كم نادي شعبي منهم؟ 4-5 أندية، هجيبهم بالأسماء. طنطا، أسوان، المحلة، أسوان والمحلة اللي نزلوا، وجمهورية شبي، وفريق كمان أعتقد، مش يعني افتكروا وقولوا لي يا شباب. حتى ده حصل، يعني ده بيحصل في الدوري الممتاز وبيحصل أيضا في دوري المحترفين. زي ما قلت لحضراتكم هنتناقش في هذا الأمر بعد كده.